الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في برنامجكم عيادة الرحمة. النهاردة هنتابع سلسلة حلقاتنا عن الغدة الدرقية. كلمنا قبل كده على تشخيص الغدة الدرقية، وفي حلقتين عن فحوصات الغدة الدرقية. هنتابع حديثنا النهاردة إن شاء الله عن فحوصات الغدة الدرقية ومبسطها، بحيث تبقى أقرب إلى فهم مشاهدينا إن شاء الله، ويفهموا الكلام اللي ممكن يبقى صعب عليهم يفهموا. بس ليه رجاء في بداية الحلقة لكل الإخوة المتصلين من أحبائنا مشاهدي قناة الرحمة، عشان تكتمل الاستفادة إن شاء الله، إن كل مشاهد يبقى عارف تشخيص حالته، يقول أنا عندي نقص أو زيادة في نشاط الغدة، الدواء اللي باخده كذا، آخر تحليل عملته اللي خصوصا التي اس اتش، يعني ما يعرفش بقية التحاليل على الأقل يعرف التي اس اتش، عشان تكتمل الفايدة لكل مشاهدينا. ويسعدنا إن شاء الله تواصلكم معنا. إحنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن الغدة الدرقية لفري تي 4 والتي اس اتش، وقلنا دي هرمونات الغدة الدرقية، ووضحنا إن أهم تحليل على الإطلاق للغدة الدرقية هو التي اس اتش الألترا سنسيتيف بدرجة الحساسية العالية. يعني إحنا لو انزلقنا أو المريض ما كانش عنده قدرة مادية إنه يحلل أكتر من تحليل، التي اس اتش ده هو أكتر تحليل يدينا فكرة كويسة. الحاجة التانية الفري تي 4 الجزء الحر، ما قلناش بنعمل الأجزاء الكلية. الفري تي 4 والتي اس اتش دي التحاليل الأساسية لأي مريض غدة. الحاجة التانية قلنا الأجسام المضادة، هنا الغدة الدرقية فيها أجسام مضادة هدمية أو أجسام مضادة تنشيطية، في بعض الأمراض دي يطلبها الطبيب. طيب هنبتدي الحلقة إن شاء الله النهاردة، هنتكلم على الموجات الصوتية. معانا اتصال، معانا الأخ محمود من الشرقية، أهلا وسهلا. أهلا بك يا دكتور. اتفضل يا أخ محمود. ممكن معزتك بس او احكي لك بس على امي عندها السكر، بتاخد حبوب وكده، فاختي معاك هتقول لك. طيب اتفضل. ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا محمود اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي والدتي عندها السكر. تمام، الف سلام. بس معلش، هو الموضوع بيشبه عن موضوع الحلقه، لان هي جالها عندها تيفود دلوقتي، فنسبه التيفود عاليه شويه. توصلي التحليل اللي عملتيه الاجسام المضاده، يعني طالع كام على كام؟ تقريبا 360. واحد على 320 ولا على 640؟ لا، واحد على 320. 640. هي في عندها سخونية؟ لا لا، هو في شيء سخونية، المغص في المغص، يعني في ألام في البطن. فحضرتك عملت تحليل تيفود فطلع واحد على 640؟ لا، 300. 320. طيب مفيش سخونية ولا حاجة؟ لا لا، مفيش سخونية، بس طالع زي طفح جلدي وألام في البطن. يعني سخونية، مفيش أي سخونية؟ لا لا، مفيش سخونية. طيب بخصوص السكر، السكر لما حللنا وسالنا دكتور برضو اللي هي متابعه معاه، فقال لنا لا، السكر مظبوط، تقريبا بيبقى من 100 ل 130. طيب يعني السكر بتاخد ايه علاج للسكر؟ انسولين. ها؟ انسولين. تاخد انسولين. طيب سؤال حضرتك عشان التيفود، يعني سؤال التيفود، وبعدين الالم اللي في البطن ديت، يعني انتهاءها مثلا، هي هتاخد فتره شويه، هي ماشيه دلوقتي في اي مكان من البطن؟ هي تقريبا في البطن كلها، بدات في جنب واحد تقريبا الشمال اليمين، ونقلت في البطن. بتاخد هي اي مسكنات ولا حاجه؟ هي بتاخد اللي هو بسكوبان وحاجات اللي هي، لا يعني بتاخد حاجه للصداع، حاجه للالام اللي في رجليها؟ لا لا، ما تاخدش اي حاجه من دول. طيب هجاوب حضرتك. بتاخد محلول على اللي هي تركيبه للترجيع وللحساسيه برضو، وفي اللي هي مضاد الحيوي. طيب هجاوب حضرتك. حاضر، هجاوب حضرتك. شفاء الله وعافاه. هندخل في الفحوصات الثانيه المهمه لتكميل وظائف الغده الدرقيه، هي الموجات الصوتيه على الغده الدرقيه. الموجات الصوتيه في غايه الاهميه. لما اعمل اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه بنفس الجهاز اللي بنعمل بيه اشعه تلفزيونيه على البطن او اشعه تلفزيونيه لمتابعه الحمل. معنا اتصال ثاني، الاخ احمد من الغربيه. اهلا يا اخ احمد، اتفضل. اتفضل يا اخ احمد. ايوه اتفضل مع حضرتك. لو كرامك يا دكتور، عندنا مريض فوق 60 سنه ما كانش بينظم السكر، فهو دلوقتي بيشتكي من التهاب عصبي، بيشتكي يعني من الم، يعني خلل او تنميل في كف رجله، ساعات ما بيقدرش يقف على رجله. هو الحمد لله بقى بينظم دلوقتي. هو عنده سكر بقى له كام سنه؟ بقى له كتير، فوق 20 سنه. بياخد ايه العلاج دلوقتي للسكر؟ بياخد انسولين 70 على 30 تقريبا. جرعه كام الصبح وجرعه كام اخر النهار؟ هو بياخد جرعه صباحا 30 وحده تقريبا. اخر تحليل سكر ليه كان كام؟
اخر تحليل يا دكتور كان قريب، كان في حدود 220. ده قريب يعني صايم ولا فاطر؟ لا فاطر عشوائي. ده كان 130. الصايم كان 130. الكلام ده قريب مش كده؟ الكلام ده قريب. ايوه دكتور. طيب سؤالك يا اخ احمد على التهاب الاعصاب. يا دكتور. حاضر نجاوب حضرتك. شفاه الله وعافاه. طيب ماشي، يبقى احنا هنكمل النهارده بدايه الحلقه عن الغده الموجات الصوتيه. فائده الموجات الصوتيه ايه؟ اول حاجه بشوف فيها حجم الغده، هذه الغده متضخمه ولا مش متضخمه، ودرجه التضخم الموجود، هل هو تضخم بسيط ولا تضخم شديد. الحاجه الثانيه بشوف بيها امتداد الغده، هل هي داخله تحت عظمه القص وضغط على القصبه اللي هو الكلام ده في غايه الاهميه، لان ده له مردود علاجي. ملاقي غده درقيه حجمها كبير ونازله تحت عظمه القص، حتى لو كان افرازها كويس او انا اديتها علاج للافراز واتظبط، في هذه الحاله بنبقى العلاج الجراحي اقرب، لان احنا عايزين نزيل هذا الايه، هذا الضغط. الغده ضغط على القصبه الهوائيه عامله صعوبه في التنفس، ضغط على البلعوم عامله صعوبه في البلع، فبالتالي ده مهم جدا. الحاجه الثالثه بقى درجه نوع التضخم، هل هو التضخم بتاع الغده كله متجانس يعني كلها على بعضها كده متضخمه شكل واحد ميه واحده، ولا التضخم ده واخد جزء، بمعنى يعني اجزاء معينه من الغده هي المتضخمه، بنسميه احنا المتضخم على بعضه ده اكتر في مرض جريفز اللي اسمه تضخم متجانس، او ده في حاله زياده نشاط الغده، او تضخم عقدي، وهذه العقد ممكن تكون احاديه او متعدده العقد، يعني عقد كتير. الكلام ده برضو مهم في ايه؟ لما يبقى متجانس بيبقى فرصه العلاج الطبي اكتر، يعني لما بيجي لي في زياده في ضربات زياده في نشاط الغده. معانا اتصال الاخت مريم من مرسى مطروح. اهلا وسهلا، اتفضلي يا اخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. حبيبي يا دكتور. اهلا وسهلا. نسال سؤال بخصوص الوالده. اتفضلي يا اخت مريم. الوالده حلت عليها سكر 290. 290 ده فاطر. 5 ايام 30 درجه. ده فاطر يا مريم ده؟ لا صايم. ده صايم 290. ايوه. وهي بتاخد علاج ايه للسكر؟ نعم. بتاخد علاج ايه للسكر؟ حبوب، تاخد برشام مش عارفه اسمها. لا دي بريد. طيب كم ملي؟ 2 ملي. بتاخد قرص واحد كل يوم؟ قرص قبل الفطار، قرص قبل العشاء. طيب ميزانها نزل، خست يعني؟ ايوه خست. كل تحليلاتها دايما كده؟ نعم. كل تحليلاتها دايما فوق ال 200 كده؟ لا، التحليل ده اول تحليل صايم 290 ونزل 30 درجه 260 بقى. طيب سؤالك يا مريم ايه؟ سؤال يعني تنصح بيه مثلا، وهل الرز الفلبيني يصلح لها؟ نعمل ايه؟ الرز الفلبيني يصلح لمرض السكر؟ تاكل رز فلبيني. وايه تاني السؤال التاني؟ لا تنصح بيه يعني. حاضر. يعني تظبط نفسها بيه. شكرا. حاضر، شفاء الله وعافاه، شفاء الله وعافاه. طيب يبقى ايه؟ أمة الله البحيرة، اتفضلي يا أخت أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنا حضرتك أنا كنت سمعت الحاجة اللي فاتت وقلت إن تحليل الغدة ضروري جدا يعني. تمام. وبنتي عندها 7 سنين دلوقتي. وما كانتش حليل الغدة وهي صغيرة. ماشي، اتفضلي. حللت لها يعني؟ حللت لها يا دكتور. تمام. حللت لها تي اتش اتش و 3T4. تمام، شاطره، برافو عليكي. طلع كام بقى؟ تي اتش اتش 1.54/10. 1.54/100. ماشي. والتي تي 4 1.62/100. طيب لا كده طبيعي ان شاء الله في الاثنين ان شاء الله يا بنت الله. طبيعي ان شاء الله يعني. يعني تي اتش اتش 1.54/100. لا كده ان شاء الله بنتك طبيعيه من ناحيه الغده الدرقيه، طبيعيه ان شاء الله، مفيش اي مشكله. هي كانت جسمها زايد يعني، وكانت رجلها تعباها شويه يا دكتور. يعني هي كانت المشكله زياده الميزان. لا دي هتقص تظبيط. اتفضلي. حضرتك ميكروب سمح يا دكتور. تمام. طلع موجب في اي 280. 1/280 طالع ايجابي. بتكرر عليها التهاب في الحلق يعني كذا كم مره في السنه يا امة الله؟ هي بتشكي دايما من رجليها. وبيجيلها مغص دايما كده، ويعني عندها التهابات برضه بتجيلها في ذراعها اوقات كتير يعني. طيب ماشي، يعني سؤال حضرتك دلوقتي ايه؟ بتطمني على وظائف الغده الدرقيه؟ انا كنت بطمن على الغده دي يعني. لا الغده الدرقيه موضوع الميكروب في حاجه يعني. الميكروب ده هناخد بنسلين طويل مفعول، هقول لحضرتك دلوقتي. حاضر، شفاها الله وعافاها.
معانا ام باسم من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا عندي نقص في افراز الغده بسبب اجسام مضاده بنسبه عاليه. تمام. وعندي عقيدات صلبه، عملت موجات صوتيه وطلع عقيدات صلبه بس الحجم صغير. عقيدات صلبه، الحجم اقل من سنتي يعني؟ مش عارفه والله، هو انا من سنه كنت بحس باختناق، فلما رحت عملت الموجات الصوتيه على الرقبه كلها ما طلعش فيها حاجه غير الغده، بس الدكاتره قالوا لي لا مش هي سبب في الاختناق. انت طبعا انت عندك كام سنه يا ام باسم؟ عندي 32. 32 سنه. بتاخدي التروكسين؟ هو انا حضرتك كنت حملت، هو انا كنت رايحه عشان اشيلها، قالوا لي شيليها وكده. تشيلي ايه؟ الغده. ليه؟ علشان الاختناق اللي كانت عاملاه. بس يعني في دكاتره قالوا لي هي السبب وفي دكاتره قالوا لي لا. طيب لا، هجاوبك طبعا، سؤالك مهم جدا. حضرتك انا جيت حملت، فلما حملت كنت باخد بعمل تحاليل كل شهر، وكنت باخد التروكسيل وكان بيزود لي كل شهر 50. يعني انت دلوقتي بتاخدي كام؟ انا دلوقتي لما ولدت واحد، وبعد ما ولدت على طول ب 10 ايام رحت عملت تحاليل تاني فاداني 150. يعني هو ده اللي انا ماشي عليه دلوقتي. انت دلوقتي يعني ماشي اخر حاجه عملتها 11 واحد. طيب انت ماشيه دلوقتي على 150. فانا مش عارفه هعمل كل شهر تاني ولا ال 150 كده وخلاص بقى. طب هقول لك بس بالراحه. ماشي. اخر تي اس اتش عملتيه كان امتى؟ 11 واحد. كان كام؟ التي اس اتش كان صفر صفر علامه 09. لا كده الجرعه، ده الكلام ده اللي بعد الميلاد. بعد ما ولدت ب 10 ايام. طيب انت قبل الميلاد كنت بتاخدي جرعه كام؟ كنت وصلت ل 250. قبل الميلاد؟ قبل ما ولدت يعني؟ لا لا، يعني قبل ال 150 ولا 250؟ اخر حاجه قبل ما ولد، كان قبل ما ولد بشهرين كنت باخد 250. قال لي كفايه عليكي كده مش هقدر ازود لك تاني. طب قبل الحمل خالص كان كام؟ قبل الحمل خالص ما كنتش باخد حاجه، انا ما خدتش الا عشان الحمل بس، عشان الجنين يبقى كويس. كشفت الغده اثناء الحمل؟ لا، كشفتها في شهر واحد اللي فات. يعني لما الاختناق جه، وقبل ما ولد بشهرين، قبل ما احمل اصلا بشهرين اكتشفت، بس ما كنتش باخد حاجه لان كانت لسه افرازاتها مظبوطه. يعني انت كان حللتي قبل الحمل كانت الغده افرازاتها كويسه؟ نعم. لما حللتي قبل الحمل؟ كانت لسه ما فيش حاجه نزلت، بس لا. كان في اجسام مضاده. لحظه، يعني كان في اجسام مضاده وكان حجمها زايد شويه. اثناء الحمل بدات العلاج. ايوه اثناء الحمل بقى كان ابتدى يا ام باسم، يا ام باسم. أيوة. لحظه وخليكي ماشيه معايا خطوه خطوه كده. وبعدين وصلتي للجرعه اللي قبل الميلاد 250. بعد الميلاد دلوقتي بتاخدي 150. تمام كده، والتحليل التي اس اتش ده على ال 150. مظبوط كده؟ طيب انت سؤالك نمره واحد الجراحه ولا لا؟ صح كده؟ الحاجه الثانيه تظبيط الجرعه. يعني انا كده ماشيه كويس ولا برضو هعمل تحاليل تاني زي ما كنت ماشيه ايام الحمل؟ سؤالك طبعا كده مهم جدا، وهو ده في صلب الحلقه، وهقول لك حاضر بالتفصيل. هو حضرتك الدكتور قال لي لحد 6 شهور، لحد ما الجنين يعني ما الطفل يبقى عنده 6 شهور، علشان بعد كده اعمل مسح ذره اشوف الغده دي وجودها يعني تبقى موجوده ولا نشيلها. لا 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 لا، طب استني بقى واسمعيني كويس يا ام باسم ان شاء الله، بس عشان ايه احنا كده هيبقى في كلامكم بالنسبه لك انت مهم جدا يعني. خلاص ماشي. ماشي اسمعينا وان شاء الله نجاوبك باذن الله. طيب يبقى احنا نوع التضخم ده قلنا بنشوف اما احادي او متجانس او لا. طيب حتى العقيدات اللي موجوده، العقيدات اللي موجوده دي مهمه جدا في حجمها، يعني امتى اهتم بالعقيدات دي؟ اولا العقيدات دي عشان الناس ما تخافش، يقول لك انا عندي عقيده وخايف، نسبه الحاجات الحميده فيها اكتر من 90%، الحاجات الخبيثه فيها قليله جدا، دي نمره واحد. نمره اثنين، انا بشوف بالموجات الصوتيه حجم هذه العقيدات، لو كانت اقل من سنتي يعني صغيره، والافراز الغده كويس، والتضخم مش كتير، ما بتبقاش فيها مشكله وما فيهاش خوف وما بنحتاجش منها ان شاء الله عينات، لكن طبعا بتابعها كل شويه، كل 6 شهور بعمل بشوف التغير اللي بيطرا عليها. في حاجات بقى مهمه جدا لازم على طول، يعني الموجات الصوتيه تبقى على طول متبوعه ناخد عينه. امتى بقى؟ لما تبقى هذه العقيدات اكتر من 4 سم كبيره او صلبه او ملتصقه للاجزاء اللي حواليها او في لخبطه في وظائف الغده بالزياده، في الحاله دي لا، يبقى الاحسن ااكد واخد عينه وعمل تحليل الانسجه من هذه العقيده. طيب هذا الكلام مهم جدا، بس يبقى مهم اكتر وواجب في مين بقى؟ لو طفل صغير. طيب معانا اتصال تاني الاخت ايمان من الشرقيه. اهلا وسهلا من الشرقيه. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اخت ايمان. اتفضلي حضرتك. بقول لحضرتك والدتي عندها الغده، حضرتك كانت عامله تي اس اتش، كانت عامله تي اس اتش في شهر واحد، عملت تي اس اتش في شهر واحد كان حضرتك كان 1/10. 1/10 وما عملتش الفريتي فور؟ لا مش عملت حضرتك اللي حضرتك بتقول عليه ده. لا
طيب اللي حضرتك بيقول عليه ده انت فريتي فور. هي كانت عاملاه واحد كان النتيجه 1/10 وكان المفروض اللي هو بين القوسين ده 5/10 يا 10. بص يعني ده قليل شويه. طيب بص يا ايمان، هي عندها كام سنه؟ هي عندها 65 سنه. في فقدان في الميزان بتخس؟ هي حضرتك نزلت خالص جدا، زائد ان هي يعني عندها مرض الكبد. طيب لا حاضر، هنيجي للكبد. في عندها ضربات سريعه، رفرفه ضربات في قلبها سريعه. عندها هبوط، عندها دايما حضرتك في صدرها خفقان سريع، مش قادره تمشي. طيب ماشي، موضوع الكبد بقى ايه؟ مش يعني ايه ايه المشكله اللي عندها في الكبد؟ هي حضرتك عندها تليف. وما زائد ان هي عندها تضخم في الطحال. فيها فيروس يعني؟ كان في عملت تحليل فيروسات او حاجه قبل كده؟ كانت عملت حضرتك تحليل فيروسات والنتيجه قالت كده يعني. طيب انت دلوقتي سؤالك بالنسبه للغده الدرقيه موقفها. هي حضرتك دلوقتي هي بتاخد البرشام اسمه السيروسيل ده. سيروسيل؟ هي خدته. او بص يا ايمان، هي كانت الاول حضرتك بتاخد برشامه واحده. فبعدين خاطر فالنتيجه حللت تاني في شهر 2، فالنتيجه هي فالدكتور زود لها الجرعه، قال لها خدي 6 برشامات. فلما خدتهم طلع شديد عليها شويه، تعب لها فم المعده ومش كانت تقدر تستحمله وبتدوخ زياده. طيب لحظه انا هسالك يا ايمان، دلوقتي حاليا بتاخده 4، 2 الصبح و2 بالليل. طيب التحليل بتاع التي اس اتش اللي طالع 1/10 ده، ده قبل بدايه الدواء ولا اثناء الدواء؟ لا اثناء الدواء، خدت العلاج الاول وبعد كده حللت طلعت النتيجه. يعني التي اس اتش ده وهي واخده كام؟ 4 حبايات ولا 6 حبايات؟ لا وهي خدت الاول حبايه واحده. التحليل ده وهي بتاخد حبايه ولا 6 ولا 4؟ لا وهي بتاخد 4. يعني التحليل ده وهي بتاخد 4؟ لا كانت بتاخد 6. ايوه يا دكتور، طيب كانت بتاخد 6. طيب لكن ما عملت دي اس اتش، ما عملتش الفريتي فور؟ لا مش عملت الفريتي فور ده، بس حضرتك هي عندها على الرئه الشمال في تليف. طيب حاضر اجاوب. احنا سؤالك كيفيه المتابعه بالنسبه لها؟ بقول لحضرتك، هو يا حضرتك بعد اذنك عايزه بس رقم العياده بعد اذنك. حاضر، افتي كنترول معاك يا ايمان وانا هجاوبك دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله. معانا ام احمد القاهره، اتفضلي يا اخت ام احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. يا دكتور انا عايزه اسالك، انا السكر. علي صوتك يا ام احمد كده. يا دكتور السكر ما بيزيد الدكتور يا السكر يا دكتور انا عندي سكر ما بيزيدش عن 170 في الفاطر. كويس. و88 في الصايم. انت بتاخدي ايه يا ام احمد؟ باخد اميريل رقم 2. اميريل 2 مللي. ماشي اتفضلي. بس ولا بتاخدي حاجه ثانيه معاه؟ لا ما باخدش حاجه ثانيه معاه. وزنك كام كيلو يا ام احمد؟ وزني 83. 83 كيلو. طيب سؤالك يا ام احمد ايه؟ سؤالي انا دلوقتي بيجي لي اختناق في رقبتي. لما بتخنق ضغط بيعلى، ببص الاقي ضغط عالي بعد ما اعمل اي مجهود. بعد ما اعمل عالي بالاحساس ولا معايا ولد معاق عنده 17 سنه بشيله وبحطه مش قادره. عالي بالاحساس ولا عالي بالقياس؟ يعني لما بتقيسيه بيطلع عالي ولا انت بلاقيه 170 160 على كام؟ على 90 على 100 على 80. تمام، وفي الاوقات العاديه تلاقيه كويس؟ في الاوقات اللي انا قاعده كده الاقيه كويس. طيب انت عشان وبعد الاكل، الاقيه عالي، اروح اقيسه بعد ما اكل الاقيه عالي. طيب انت عشان ظروف ابنك ده في قلق وتوتر شويه، والتهاب بقى بيجي لي في رجليا، اروح اكشف عند دكتور عظام يقول لي ده الوتر بتاع ايدك مسدود، التهاب في العظم في رجليكي، المجهود اللي بتعمليه. وزنك بيزيد يا ام احمد؟ لا وزني بيخس، انا بخس. طيب تمام، حاضر اجاوب حضرتك حاضر دلوقتي. طيب احنا هنجاوب على الاسئله عشان بس احنا كده الاتصالات زادت. اول حاجه ام محمود من الشرقيه بتتكلم على الام البطن والتيفود. الاول بالنسبه لالام البطن يا ام محمود، الموضوع سهل، هتعملي موجات صوتيه على البطن، نشوف فيها الاعضاء البطن كلها، اذا مفيش مغص مراري مفيش مغص كلوي يبقى ده قولون عصبي. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه لتحليل التيفود، وده كلام مهم، اولا اسمه اختبار فيدال، هذا الاختبار ده اجسام مضاده لا يعني اكثر من ذلك. احنا في المفروض ان بعض المعامل بتكتب الارقام العالميه، احنا لينا خصوصيه شويه في الموضوع ده، يعني هي الارقام العالميه 1 لغايه 80، احنا بالنسبه لنا هنا في مصر عشان التلوث والكلام ده بان لغايه 1 على 640 ممكن ندي، امتى نهتم؟
في حاجتين، لو في زياده يعني احنا عملنا الاسبوع ده لقيناه 1/80، الاسبوع اللي بعده 1/320، ده رايزنج تيتر، يبقى في حاجه شغاله، ده شخص بيه تيفود، او ان الرقم من البدايه 1/280. لكن في الاول وفي الاخر هي اسمها حمى التيفود. اذا ما كانش في ارتفاع في درجه الحراره والموضوع على قد التحليل بس، لا ما بنديش التحليل ايه اهتمام كبير، وما بنعتبرهاش حمى تيفود لان دي اجسام مضاده. فانت الاول موجات صوتيه على البطن، وبعد اسبوعين تبقى بتعيدي هذا التحليل، ان لقيتيه ثابت لا خلاص يبقى مفيش مشكله، يبقى الرقم ان لقيت الرقم بيزيد يبقى ناخد علاج للتيفود، ده سهل ومتاح دلوقتي. بالنسبه لاحمد من الغربيه بيسال عن التهاب الاعصاب، هي ارقام السكر 130 و220، الارقام الى حد ما معقوله، بس احنا عايزين احسن من كده احمد، عايزين بالنسبه لوالدك يبقى الصايم 110 100، والفطر ينزل تحت 180، فهو يزود جرعه الانسولين شويه، يعني الجرعه اللي بياخدها يزود عليها 10 وحدات مثلا، اذا كان بياخد 30 و10 يخليهم 30 و20، وياخد علاج لالتهاب الاعصاب. ممكن تتصل بيا بعد الحلقه مليك ادويه. لكن في نقطه مهمه في التهاب الاعصاب او اي طبيب حتى اعصاب قريب منك، ان التهاب الاعصاب في صفه الازمان شويه، بياخد وقت، يعني ما تبقاش في استعجال، يعني ما تبقاش تستعجل الطبيب المعالج، يعني ايه مش عايزين نخف بسرعه، لانه لو عايزين تستعجله هيضطر يدي مسكنات، المسكنات في السن ده ومع السكر ليها تاثيرات سلبيه على الكبد وعلى الكلى وعلى المعده، فاحنا دايما بناخد حاجات تشتغل على العصب احسن ونظبط السكر قوي، ويبقى فيها شويه صبر شويه، لان التهاب الاعصاب ده بياخد وقت، ما ينفعش فيه اسبوع ولا اسبوعين ولا الكلام ده. الاخت مريم من مرسى مطروح كانت بتسال على الرز الفلبيني، والاهم بقى يا اخت مريم من الرز الفلبيني والرز المصري، ان الصايم عالي وحضرتك قلت لي ان في فقدان في الميزان بتخس وبتاخد دايبرات 2 مللي، لا في الحاله دي لو السكر الصايم دايما بالمنظر ده وفي فقدان في الميزان وفي اعراض كتيره تبول وشفان ريق، هيبقى الافضل الانسولين، يعني الاول قبل حتى نظام الاكل طبعا مهم وكل حاجه، لكن هيبقى الافضل الانسولين لان الرقم ده عالي شويه، يبقى احنا ان شاء الله وبعدين في حاجه تانية مهمه سواء بالنسبه لمريم او بالنسبه للاخ ابو احمد، ان احنا بنعمل حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري، يجوز التحليل ده في اليوم ده كانت ملخبطه قبله بشويه، في حاجه اسمها التحليل الهيموجلوبين السكري اللي هو التحليل التراكمي اللي بيقيس لي 3 شهور على بعض، التحليل ده مهم جدا، لما بيطلع عالي فوق 9 لا يبقى انا فعلا لازم اغير العلاج اللي انا باخده او ازود الجرعه لو كنت باخد انسولين. الاخت امت الله اطمنت على بنتها تحليلها كويس، لكن بالنسبه لمضادات الميكروب السبحي لو كان المنظر ده هتاخد البنت عند التهاب في الحلق بيتكرر 4-5 مرات في السنه، هتاخد يا ام امت الله تاخد بنسلين طويل المفعول كل 3 اسابيع ان شاء الله. ام باسم بقى والسؤال المهم جدا، اولا هي يمكن احنا كنا الحلقه اللي فاتت من حوالي اسبوعين اتكلمنا على الغده الدرقيه اثناء الحمل، اولا من ناحيه الجراحه يا ام باسم الخلق اللي عندك ملاش علاقة بالغدة، الحاجة التانية أنت عندك نقص غدة، طب إيه الغرض من أنت تشيلي؟ هتشيلي ليه؟ ما أنت ده أنت عندك الغدة ما بتفرزش، إحنا بنشيل لما تبقى الغدة بتفرز ومش مستجيبة للعلاج، لكن أنت بعد ما تشيلي هتاخدي يعني أنت دلوقتي بتاخدي 150 هنخففهم شوية، لكن بعد ما تشيلي هتاخدي 200، فموضوع الجراحة مش وارد معاكي. اولا العقيدات اللي انت عملتيها دي اولا عقيدات صغيره وملهاش قيمه قوي، ثانيا وده الاهم انت عندك نقص غده، الاجسام المضاده دي يعني انت بالظبط اللي انت عملتيه حاجه كويسه جدا، عملت اجسام مضاده فلما بتطلع ايجابيه زي التعليمات بتاعت منظمه السكر الامريكيه اللي نازله من حوالي 3-4 شهور، ان لما تبقى اجسام مضاده موجوده ايجابيه والغده كويسه لازم بنتابع اثناء الحمل، بنعمل اثناء الحمل يعني في اول الحمل وفي الاسبوع 28 وثلاث شهور بعد الميلاد وست شهور بعد الميلاد، لان دي بتحصل نقص غده في اي وقت، وده اللي حصل معاكي فعلا، دخلت في نقص غده وصلت لجرعه كبيره قوي قبل الميلاد، اعتقد ان انت ممكن ما تكونيش كنت بتاخديها قبل الفطار ولا حاجه، لان الجرعه عاده ما بنعديش ال 200، لكن المهم ولدت بالسلامه دلوقتي بتاخدي 150، تحليل التي اس اتش ده يقول ان الجرعه اللي بتاخديها دي عاليه عليك شويه، فهتاخدي 100 بس كفايه، يبقى اذا بالنسبه لك الجراحه غير وارده، ما تعمليش اي عمليات تحت اي مسمى، وما تسمعيش كلام اي حد يقول لك الكلام ده. نمره 2 ولا المسح الذري ولا لازمه بالنسبه لك، المسح الذري ده بنعمله لما يبقى في حد عنده زياده في النشاط زي لو في وقت احنا هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله، ده بس ده المسح الذري ومعدل امتصاص اليود المشع ده خاص بمريض زياده الغده، مريض نقص الغده ملوش علاقه بالموضوع ده خالص، فانت بتاخدي علاج تعويضي دايما بعد الميلاد بنقلل الجرعه، انت دلوقتي التي اس اتش بتاعك نازل زياده عن اللزوم، واحنا اتفقنا قبل كده ان التي اس اتش والفري تي 4 علاقه بينهم عكسيه، يعني انت بتاخدي الهرمون من بره، فالجرعه اللي تاخديها زياده فقلل التي اس اتش، فهتخففي الجرعه اللي بتاخديها يا ام باسم، هتاخدي 100 بس وبعد 4 اسابيع تعيدي التي اس اتش تاني، ان لقيتيه دخل جوه الطبيعي خلاص يبقى كده تمام وجسمك محتاج ال 100، ان لقيتيه لسه نازل بالمنظر ده هنخفف تاني ممكن تاخدي 50،
يبقى اذا الجراحه غير وارده بالنسبه لك. كل المطلوب ضبط الجرعه بناء على تي اس اتش. اول خطوه هتعمليها هتاخدي 100 مايكرو. بالنسبه لايمان من الشريعه بالنسبه لوالدتها ام ايمان عندها تي اس اتش 1/10. طبعا احنا في الحلقات اللي قبل كده قلنا في متابعه زياده نشاط الغده الدرقيه في نقص النشاط بنعمل تي اس اتش الاول. طب في زياده النشاط انا عندي نشاط زايد. يعني ايه نشاط زايد؟ يعني الفري تي 4 زايد. فالاولى في المتابعه. طيب معانا اتصال، مين معانا؟ ام محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا ام محمد. خير يا دكتور. الله يكرمك. بعد اذن حضرتك انا كنت كلمت حضرتك، انا عندي بنتي عندها 18 سنه يعني ثانويه عامه، وكان عندها سكر بقالها سنتين، وكنت كلمت حضرتك من فتره عنها وكان عادي باستمرار حضرتك. هي لسه برضو ما زال الرينج على طول عالي، برغم ان هي بتاخد الانسولين الصبح 35 وبالليل 15، ودلوقتي بقت تاخد كمان 10 قبل الغداء. هي بتاخد نوع انسولين ايه يا ام محمد؟ اللي هو هيمولين 70-30 يا دكتور. طيب هي عندها 18 سنه. نعم. وبعدين ملخبطه خالص، هي بتلخبطه بصراحه في مواعيد الصحيان والنوم، فبتلخبط خالص الجرعات بتاع مواعيد الانسولين مواعيد الدواء يعني. طب بص يا ام محمد، اتفضل يا دكتور. انت اخر هيموجلوبين سكري عملت لها كان امتى؟ لا ده من فتره طويله بقى، يعني يمكن اكتر من سنه دكتور. لا احنا بنعمله كل 3 شهور، ولما يطلع مظبوط نبقى نعمله كل 6 شهور ماشي. نعم. لكن الاول تعملي هيموجلوبين سكري بس كده يا دكتور. ما هقول لحضرتك هكمل. لو طلع فوق 9 عالي يبقى النظام ده اللي انت ماشي عليه ده في السن ده، في الحاله دي بنفضل اول هنحاول ان احنا نزود الجرعه شويه. نعم. طب انت قولي لي الصايم بتاعها كام والفتره بتاعها كام تقريبا يعني؟ لا هو حضرتك بيعدي 300 ساعه صايم. والفاطر او 280 290 يعني، اصلا بنعمل لها الاسبوعين دول على طول بنعمل لها رينج. والفاطر برضه فيها، ما هو لما بيكون الصايم 200 وشويه. امال لما بتاخد قبل الغداء بتاخد بنفس نوع الانسولين؟ حضرتك. طب لا لو هنتغذى 3 مرات بقى يبقى الافضل. نعم. ان احنا ناخد انسولين طويل المفعول مره. نعم. وانسولين قصير المفعول 3 مرات يعني. بس الاول هتعملي هيموجلوبين سكري. ايوه. عشان نشوفه كام. نعم. احنا هنحكم على النظام ده، مش فيه مجاملات، 1+1=2. نعم. انت ماشي على النظام هنعمل الهيموجلوبين السكري، طلع رقم سي انه طلع 10 مثلا، لانه غالبا هيطلع عالي بالارقام اللي حضرتك بتقوليها دي. نعم. هنشفت على النظام اللي هو المفروض انه النظام الامثل للسكر من النوع الاول، 18 سنه يعني دي سكر من النوع الاول. أيوة. فبنفضل ان احنا نحاول نقلد الطبيعي، ان احنا ندي انسولين طويل المفعول مره وقصير المفعول 3 مرات، ولحسن الحظ دلوقتي ان في انسولين مخلق ماشي. ايوه. ونعمل هيموجلوبين سكري تاني. ممكن تكلمني بعد الحلقه انا امليك انواع الانسولينات وظبط الجرعه، وبعدين بعد كده نعمل هيموجلوبين سكري ان شاء الله. اكلم حضرتك بعد الحلقه على طول ان شاء الله باذن شكرا الله. شكرا يا دكتور. معايا مين؟ الاتصال مين معانا؟ طيب لغايه ما يتواصل معانا ام علاء من اسيوط. اهلا وسهلا، اتفضلي يا ام علاء. اهلا بك يا دكتور، عندي جوز عيان طبعا. الف سلام عليه. الله يسلمك. امال نعمل في عمليات في الحوض وكده، وعنده جنب الشمال كعبه خالص وما لاقيش اي علاج ليه. يعني هو مشكلته وجع في جنبه الشمال؟ في جنبه الشمال تعبان وعاوز يشيل. انتوا بتعملوا عمليات ايه يا ام علاء؟ كنا عاملين له عمليه الاول شايلين حصوه من عليها وبعدين تعب يا دكتور. طيب عملتوا اشعه تاني بعد ما شلتوا الحصوه؟ عاملين اشعاعات كوم يا دكتور، ما مخليش اشعاعات بنانين، وعاملين اشعاعات مثالثه اللي هو حاليا دلوقتي في القصر الفرنساوي وما يتعالى. طب يا ام علاء هو عنده اي مشاكل في السكر او في الغده الدرقيه؟ لا ما عنديش اي مشاكل في كده اصلا يا دكتور، غير ما ينزل مؤاخذه دم من المسوط على طول. طيب يعني بينزل دم في البول يعني؟ ايوه على طول يا دكتور. طيب حاضر، هو ده بعيد عن عنوان لكن حاضر هجاوبك. حاضر هجاوبك. حاضر شفاه الله وعافاه. معانا ام مريم من القاهره. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت أنا مريضة غدة درقية صداع عالي من 2008 يعني زيادة زيادة نشاط ولا قلة نشاط؟ زيادة نشاط. زيادة نشاط بتاخدي ايه؟ هي كانت في 2008 0.01 من 100 اللي هو ايه؟ اللي هو تي اس اتش. التي اس اتش والتي فري كان 20 20 20. والطبيعي بتاعه اللي قدامه كام؟ طبيعي قدامه هو في رقمين، في 2.3 وفي 4.2. يعني من 2 لغاية 4. هو طالع كان طالع 20. 20. انت عامله تي 3 بس مش تي 4؟ وعامله تي 4 6.4. 6.4. والطبيعي اللي قدامه كام؟ في 0 في 89 من 100 وفي 1.8. طب ما عملتيش انت الفري تي 4؟ الايه؟ يعني انت بتعملي الجزء الكلي تي 4 بس.
تي 3. طيب بعد كده يا ام مريم بتعملي تي اس اتش والفري تي 4. انت دلوقتي بتاخدي علاج صح؟ اه. بتاخدي ايه؟ انا باخد الكربيمازول. الكربيمازول انا بس انا جيت في شهر، انا طبعا بتابعه على طول، بعمل كل شهرين ثلاثة بعمل تحليل. كويس. في شهر 9 كان التحليل بتاعتي كانت يعني بفضل الله كويسه جدا، كانت اللي هو تي اس اتش كان 43%. كويس. وتي 3 3.1 والتي 4 1.1. واحد. كويس. جيت في شهر 2 اللي فات دوت عملته. كنت بتاخدي كام قرص يا ام مريم؟ انا كنت وصلت لحد باخد 9. 9 وبعد كده لما وصلت للارقام دي قللتي؟ قللت، كنت في الفتره بتاعت شهر 9 دي باخد قرصين في اليوم. اه. طيب سؤالك. جيت انا برضه عملته تاني الشهر 2 اللي فات ده، اول شهر 2 رجع للاولاني، خدت رجع التي اس اتش 1/100. حصل ارتجاع بدا يزيد تاني يعني. والتي 3 التي 3 18.7. طيب خلاص، يعني حصل ارتجاع يعني. اه. طب انت حسيتي باعراض المره دي؟ يعني بس كانت الاعراض اشد يعني، وكانت شديده شويه، اشد من الاول يعني. يعني فقدان في الوزن وضربات سريعه وعرق ورعشه؟ هو فقدان الوزن ده كان قليل جدا، بس ما كانش زي الاول، زي اول مره. طيب. بس كان في بقى رعشه جامده. انت عندك كام سنه يا ام مريم؟ نعم. عندك كام سنه؟ 37. سبعة وتلاتين. ربنا رزقك بأطفال إيه؟ أنا عندي الحمد لله 3. طب في رغبة في الحمل الفترة اللي جاية؟ لا والله الحمد لله، اللهم لك الحمد. طيب أنت دلوقتي بتسألي هنتصرف إزاي لما حصل ارتجاع؟ أصل أنا في اللي قال لي اعملي العملية، وفي اللي قال لي لا اعملي جرعة يود مشع، فأنا مش عارفة أمشي على إيه. طيب. آخر حاجة أنا بسألك على الأطفال عشان كده. آخر حاجة رحت للدكتورة الأسبوع اللي فات قالت لي لا أسيبك من الكلام ده كله، هترجعني تاني العلاج، بس أنا من 2008 وأنا باخد علاج. طيب ما أنا هقول لحضرتك حاضر دلوقتي. ماشي. هجاوب حضرتك، شفاك الله وعافاك. طيب كنا هنتكلم ام باسم، اعتقد ردينا على ام باسم. ايمان من الشرقيه على ام والدتها كان فيها اكتر من حاجه. اولا يا ايمان، لما بنتابع زياده نشاط الغده الدرقيه بنعمل الاول لفريتي فور. يعني انا عندي نشاط زايد فريتي فور، بعمل الاول لفريتي فور، لانه احنا التي اس اتش اول حاجه بتتاثر واخر حاجه بتتظبط. في اي مريض عنده زياده نشاط غده لما يكون بيدي العلاج، طبعا الصح ان نعمل فري تي 4 وتي اس اتش، لكن افترض ان التحليل مكلف وعايز اخد حاجه واحده بس، هعمل الفري تي 4. لما الاقي الفري تي 4 اتظبط ابدا اعمل التي اس اتش. انت حضرتك بتتابعي زياده نشاط الغده بالتي اس اتش، بس ده ما ينفعش، لان التي اس اتش بياخد وقت على ما يتظبط، يعني هو بيتغير بدري وبيتظبط متاخر. فانا الاول عايزك ايه، تعملي فري تي 4 ونزود الجرعه. دي نمره واحد. نمره اتنين بخصوص السيروسيل، الحقيقه السيروسيل والكربيمازول دول الدوائين المتاحين، وهي ادويه رخيصه، احنا ما بنعملش دعايه ولا حاجه، كنا بنفضله الاول حتى اثناء الحمل. الكلام الجديد من خلال الشهور اللي فاتت انه له تاثير، بس الكلام ده يخصك انت، ان السيروسيل له تاثير على الكبد. فانت طالما والدتك عندها ظروف كبد فالسيروسيل ممنوع، تاخد كربيمازول، لان السيروسيل نفسه له اعراض جانبيه على الكبد، فنبدا نبعد عنه خالص احسن، وناخد مكانه كربيمازول. هي بتاخد 4 حبات، ممكن نزود شويه بالظبط كده اللي هقوله لك، هتاخدي 6 حبات من الكربيمازول، وبعد 6 اسابيع تعملي تحليل فري تي 4 وتي اس اتش، على حسب الاستجابه نكمل العلاج بعد كده. بالنسبه لايمان، يعني يا ايمان حاجتين، هنغير العلاج لوالدتك، تاخد كربيمازول بدل سيروسيل لانه له تاثير سلبي على الكبد، الحاجه الثانيه لما تيجي تقيمي هنعمل فري تي 4. بالنسبه لام احمد، سكرها ماشي مظبوط، هي بتسال، هي عندها طفل معاق، ربنا يشفيه ويعافيه، واعتقد ده عامل لها نوع من الضغط شويه، هتتابع الضغط يا ام احمد. لو الضغط عالي 3 مرات متتاليه يبقى هناخد دواء ضغط بقى، لان الرقم 170-100 ده احنا في مرضى السكر عايزين الضغط يبقى دايما تحت ال 130-80، لكن احنا تعرفنا ان الضغط انه ارتفاع دايم في 3 قياسات، فلو في 3 قياسات السكر فيه الضغط فيهم عالي هتاخدي علاج، اما السكر فزي ما انت ماشيه سكرك كويس. ام محمد من القاهره، بالنسبه لبنتها الصغيره احنا اتفقنا خلاص ان احنا هناخد انسولين طويل المفعول مره وقصير المفعول 3 مرات، وهنعمل قبل ما نبدا الخطوه دي نعمل هيموجلوبين السكري عشان نقيم بعد كده. الحاجه ام علاء من اسيوط، شفاها الله وعافاه، هو عنده الم في جنبه، هي عامله عمليات في حصوه، تعمل موجات صوتيه او اشعه عاديه على الكلى وتعرضها على دكتور مسالك، ده هيبقى شغله اكتر. اذا كان في حاجه هتستدعي تدخل ماشي، مفيش حاجه في صديد بس وده، يبقى هو هيعالجه، ده تخصصه. ام مريم، بالنسبه لام مريم كان الموضوع المهم جدا، هي سؤالها ام مريم دي مريضه زياده نشاط غده درقيه، في اكتر من عامل في الموضوع. طبعا العلاج الطبي
في 50% من اللي بيستجيبوا بيحصل لهم انتكاسه، ده طبيعي. يعني انت خدتي واستجبتي وبعدين خفضت الجرعه. اول حاجه بس الاول لما تيجي نشخص او نقيم انت خلاص متشخصه، نقيم تعملي 3T4 وتي اس اتش عشان ده ادق يا ام مريم. اما حكايه تي 3 وتي 4 ده الجزء الكلي، احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت لو حضرتك سمعتينا ان دول بيشتغلوا كمخزون للهرمون، يعني 99% منهم ماسك في بروتين فخاملين. انا عايز اعمل الجزء النشيط لفري تي 4، فانت حضرتك لما تيجي تحللي لتقييم زياده نشاط الغده الدرقيه بعد كده الاول في المتابعه تعملي حضرتك اكتبي ورايا كده فري تي 4 وتي اس اتش، بلاش تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. الخطوه الثانيه، انت حضرتك دلوقتي خدت علاج طبي وحصل ارتجاع عليه، فاحنا دلوقتي في مفترق طرق، عندنا ثلاث طرق نمشي فيهم. اما ان احنا ندي نعالج بالاقراص تاني لو كنت غير منتظمه في الاقراص، لكن لو كنت منتظمه او حصلت الانتكاسه دي مره قبل كده، يعني انت حاولتي تسحبي مره قبل كده واول ما سحبتي حصل انتكاسه، يبقى لا خلاص العلاج الطبي مش هيجيب نتيجه. الحاجه الثانيه اللي هنقيم بيها بقى اللي احنا كنا هنتكلم فيه النهارده لو ربنا سهل جات لنا فرصه نتكلم فيه، اللي هو تقييم زياده النشاط. بنعمل حاجه اسمها مسح معدل امتصاص اليود المشع ومسح ذري على الغده الدرقيه او التصوير النووي زي ما بيسموه في بعض البلاد العربيه. لو كان عندك زي ما كنت بقول في الموجات الصوتيه واجسام مضاده اللي هي الاجسام المضاده التنشيطيه للغده الدرقيه، لو الاجسام المضاده التنشيطيه ايجابيه يبقى العلاج بيها هيفيدك اكتر. لو المسح بيطلع ان انت عندك عقليات، يعني مش الغده على بعضها هي لو الغده عندها متخلفه، لان المضاده التنشيطيه اسمها التنشيطيه في بلاد العالم كلها، يمكن في امريكا اكثر من الطرق لزياده نشاط الغده في امريكا هو معدل، هو العلاج باليود المشع بشروطه، هو فوق سن 21 سنه بشروطه. يعني ايه؟ ما يكونش عندك اي جحوظ في العينين لانه ممكن بيزود جحوظ العينين. فانت دلوقتي هنعمل الاتي، هنعمل 3 تي 4 وتي اس اتش، تعملي مسح ذري على الغده الدرقيه عشان نشوف، نعملي الاجسام المضاده ان كان الارقام معقوله ممكن تزود والغده كلها على بعضها كبيره متجانسه ميه واحده يعني، والاجسام المضاده التنشيطيه ايجابيه يبقى العلاج الطبي هيناسبك احسن. ان كان انت خدتي فعلا علاج طبي بجرعات متتاليه كذا مره وحصل انتكاسه يبقى خش على اليود المشع. طيب معانا اتصال وهنكمل الاجابه على ام مريم. اخت رشا من الامارات، اهلا وسهلا. دكتور لو سمحت، هو انا كان عندي زياده في نشاط الغده وخدت كابيمازول لمده 3 شهور وبعدها تزوجت بقالي سنه ونص، فلقيت ان التي اس اتش كان 8 وبعد كده خدت سيروكسين 25 وبعدين زادت الجرعه. استني يا رشا، انت دلوقتي كان عندك زياده في نشاط الغده صح؟ ايوه. خدت كربيمازول جرعه قد ايه؟ 3 شهور. الجرعه قد ايه؟ يعني كام قرص؟ كانت 3 حبات في اليوم. 3 حبات في اليوم؟ ايوه 3 حبات في اليوم. وبعدين لما حللتي لقيتي وانت بتاخدي 3 حبات كان خلاص النسبه كانت كويسه، الدكتور قال لي ان النسبه كويسه، وبعد 3 شهور كنت باخد الشهر الثاني حبيتين بعدين الشهر الاخير حبايه واحده. طيب يوم ما حللت التحليل بتاع التي اس اتش ده وطلع 8 كان بعد الجواز؟ في الدواء كنت بتاخدي دواء ولا ما كنتش؟ لا ما كنتش باخد الدواء. كنت مبطله الدواء بقالك قد ايه؟ بقالي 3 شهور. يعني التحليل ده بعد ما بطلت الدواء بثلاث شهور؟ بثلاث شهور. انت كنت بتعملي الجزء الكلي يعني التوتال تي 3 وتوتال تي 4 ولا الفري تي 4 والفري تي اس؟ لا التي 3 والتي 4 والتي اس اتش. مش الفري؟ لا. طيب دلوقتي التي اس اتش بتاعك 8؟ هو 8 بس انا بعد كده بقيت باخد سيروكسين 25 بعدين الجرعه زادت 50 بعدين زادت 75 على اساس التحليل يعني؟ اخر حاجه دلوقتي كان 14/3 كانت 0.065. وكنت عامله لا يعني 65 من 100 ولا 65 من 1000؟ 65 من 1000 ده اللي تي اس اتش. التي اس اتش يعني. طب امال بتزودي الجرعه يعني انت بتاخدي 75 دلوقتي؟ بس الدكتور دلوقتي قال لي اخد لمده 5 ايام الجرعه 75 ويوم ما اخدش الدواء خالص. انت عملت موجات صوتيه على الغده الدرقيه؟ عملت موجات صوتية ما كانش فيه حاجة في الغدة الدرقية خالص. كانت سليمة. عملتي أجسام مضادة للغدة؟ عالية، الأجسام المضادة عالية. أجسام مضادة اللي هي التي بي أو ولا اسمها عارفة اختصارها؟ لا. ولا يعني بالظبط كده ممكن تسأل الطبيب المعالج ليكي، الأجسام المضادة الهدمية اللي هي اسمها التي بي أو ولا الأجسام المضادة التنشيطية؟ لا الهجمية. الهدمية التي بي أو ده كانت عالية؟
طيب خلاص تمام كده. دكتور طب انا عايزه اعرف هي بتاثر على الحمل؟ لان هو كان بيقول لي ان الاجسام المضاده دي بتاثر لو في بيبي فبتبدا تهاجمه، فانا كنت عايزه اعرف. ما انا بسالك اجسام مضاده. لا طب بصي بصي يا رشا، انت متاكده التحليل بتاعك التي بي او هو اللي عالي؟ صح كده؟ ايوه. طيب انت دلوقتي متجوزه بقالك قد ايه؟ سنه ونص. سنه ونص مفيش حمل لسه حصل؟ لا خالص. طيب ان شاء الله ربنا يرزقك. انت ماشيه دلوقتي على التروكسين 75؟ طيب انا برضو عايزه اعرف هاخده لمده الخمس ايام ويوم ابطل ولا لا؟ هقول لك حاضر دلوقتي، هقول لك وهقول لك برضو، لان كده تشخيص حالتك كده غالبا دي كانت حاجه اسمها هاشيموتو. انت عندك كام سنه؟ 32 سنه. ابتدت بزياده غده غير حقيقيه وقلبت بنقص غده. طيب انا هجاوبك دلوقتي يا رشا. حاضر شفاك الله وعافاك وربنا يرزقك ان شاء الله. ناخد ام حسن من الجيزه اخر اتصال. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا عندي التهاب في الحلقه على طول، ورحت للدكتور انف واذن وعملت اللي هي التحاليل بتاعت الغده دي. مفيش، قال لي ما عندكيش اي حاجه، عندي الحلقه على طول ملتهبه كاني فوس مقطعه. يعني انت عملت يا ام احمد ام حسن عملت التهاء وظائف غده درقيه؟ ايوه عملت. وعملت مضادات الميكروب السبحي؟ ما اعرفش. هو بصي عمل لي اللي هو التي 3 دوت. في اللي هو في 147، في 81، وفي شرط الثاني 178. قال لك طبيعي يعني؟ قال لي طبيعي مفيش اي حاجه، بس انا بديله سخونيه بقى ونازله على جثتي وجعاني جسمي وبقي على طول سقف بقي ملتهب وداني وجعاني ووجع ورا وداني ووجعني جسمي كله مش لاقيه له حل يا دكتور. حاضر اجاوب حضرتك. حاضر. ممكن اخد رقم تليفون حضرتك؟ حاضر خديه من الكنترول. حاضر. شكرا. طيب يبقى احنا كنا بنكمل بالنسبه لام مريم الطريقه اللي هتمشي فيها في العلاج. احنا قلنا اتفقنا ان انت هتعملي مسح زاري وهتعملي موجات صوتيه على الغده الدرقيه. لو لقينا في تضخم كبير في الغده، حجم الغده نفسه كبير نازل تحت عظمه القص، خلاص يبقى دي الحل الجراحي اكتر. يعني احنا ما فيش حاجه اسمها احسن علاج لزياده نشاط الغده الدرقيه كذا، لا ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انسب علاج للمريض ده كذا. في مريض يناسبه اللي انا قلته كده، المتجانس اللي عنده اجسام مضاده تنشيطيه ده العلاج الطبي يناسبه احسن. سن صغير وخد علاج كتير ما مستجابش على العلاج الطبي، وفي ناس بتبتدي بالعلاج اليود المشع وخلاص انت خلصت، مش في تخطيط لحمل او انجاب، لان احنا طبعا بناجل الحمل والانجاب بعد اليود المشع فتره، يبقى ممكن تاخد اليود المشع. لا والله عملنا موجات صوتيه لقينا التضخم في الغده وتضخم عقدي، يعني حتت كده متضخمه، حتت هي اللي بتفرز يعني، والحجم الغده كبير وضغط على القصبه الهوائيه ونازل تحت عظمه القص، يبقى دي الحل الايه؟ الحل الجراحي. فانت يا مريم محتاجه الفحوصات دي، وظائف الغده الدرقيه، الاجسام المضاده، موجات صوتيه، والمسح الزهري، وعلى اساسهم هنشوف الانسب علاج ليكي ايه. بالنسبه لرشا، رشا كان تشخصت كزياده نشاط في الاول، واعتقد ان دي كانت زياده نشاط غير حقيقيه بدليل انها قلبت نقص برغم انها خدت جرعات قليله. في حاجه اسمها الخلل المناعي او التهاب الغده المناعي، ده بيحصل الاول زياده غير حقيقيه، يحصل التهاب فالغده تطلع كل افرازاتها بره، فنيجي نقيس نلاقي الغده افرازاتها زايده، بعد شويه يحصل زي ما حصل معاها كده نقص. احنا دلوقتي في فتره النقص دي غالبا هاشيموتو، ولو استحب لو تاخد عينه من الغده كده، بما ان في اجسام مضاده هدميه وانت عندك نقص نشاط غده دلوقتي، فهتاخدي نقص نشاط الغده. انا افضل ان انت تخففي تاخدي 50 الاول دلوقتي. الحاجه الثانيه بالنسبه للتي بي او والكلام ده، الاجسام المضاده الهدميه ما بتعديش المشي، ما تخافيش. انت كل المطلوب منك دلوقتي ان انت تظبطي الغده الدرقيه. عايزين ايه بقى؟ في اول 3 شهور، اكتبي معايا كده الارقام دي يا رشا، في اول 3 شهور، ده كلام منظمه السكر الامريكيه الشهور اللي فاتت دي، حطوا ارقام خاصه بالحمل. يعني انت في الفتره اللي قبل الحمل مباشره، انا عايزين التي اس اتش ده اي جرعه تظبطه في الرينج اللي انا هقوله تبقى كويسه. وصلنا للارقام دي بتي اس بالتروكسين 50 ماشي، وصلنا ب 75 ماشي، يعني اللي هو ايه بقى الارقام دي؟ عايزين التي اس اتش يبقى من 1/10 لغايه 2.5 في اول 3 شهور، يعني في اول قبل الحمل تبقي حريصه ان التي اس اتش بتاعك، هو طبعا طلع دلوقتي 65 من 1000، لا قليل، خليه 50 وشوفي كده، لو لقيتيه بين 1/10 و2.5 خلاص يبقى ده كويس وهتكملي على كده. واول ما يحصل حمل، اول ما يحصل حمل بنزود من 30 الى 50% من الجرعه. يعني افترض ان شاء الله ان انت بتاخدي التروكسين 50 وحللت لقيت الغده التي اس اتش بين الارقام اللي انا قلتها دي بين 1/10 و2.5، اول ما يحصل حمل على طول، حتى هم بيقولوا اندبندنت من غير ما ترجعي للدكتور، تروحي مزوده قرصين في الاسبوع. يعني انت بتاخدي 50 يوميا
اول ما يحصل حمل ان شاء الله ربنا يرزقك تروح واخده ايه انت بتاخدي قرص 50 يوميا سبع ايام في الاسبوع، يعني بتاخدي سبع اقراص من ال 50 في الاسبوع، هتخليهم تسع اقراص، تيجي في يومين في الاسبوع كده ثلاث وجمعه او ايا كان تروحي واخده في اليوم ده تاخدي 100. يبقى اذا كنت بتاخدي سبع حبات هنخليهم تسع حبات في الاسبوع، ده ان شاء الله اول ما يحصل حمل. وتكوني حريصه على الجرعه، لان حكايه الجرعه دي فيها التجربه والخطا، ما اقدرش اقول لك هتاخدي جرعه كذا على حسب جسمك وعلى حسب تحليلك، لكن احنا اللي يعنينا ان انت دايما طالما في رغبه ان شاء الله في الحمل وانت في بدايه جوازك طبعا ربنا يرزقك، يبقى هتكوني حريصه ان تي اس اتش يبقى بين 1/10 او 2.5، عدلي الجرعه خدي 50 وحللي، لقيتي وصلنا للارقام ده خلاص يبقى ال 50 ينفعوكي. لكن ال 75 دول واضح ان هم زياده عليك. اما الخوف من الاجسام المضاده الهضميه تعدي المشيمه، لا ما تخافيش، الاجسام المضاده الهضميه مش هتعدي المشيمه ان شاء الله ومش هتعمل لك مشاكل. اللي بيعدي المشيمه الاجسام المضاده التنشيطيه، الناس اللي عندها زياده غده هي دي اللي بنخاف منها. بالنسبه لام حسن عندها التهاب في الحلق، يا ام حسن انت طالما الغده الدرقيه كويسه، الغده الدرقيه ما بتعملش التهاب في الحلق، لا دي حاجه بره. اللي بيعمل التهاب في الحلق الميكروب السبحي، فحضرتك هتعملي التحليل ده اكتبيه كده يا ام حسن ASO، لو طلع ده ايجابي يعني التتر بتاعه عالي يبقى هتاخدي علاج بنسلين طويل مفعول عليه او علاج الطب الهاف، هتعملي حضرتك تحليل ASO، ده ملوش علاقه بالغده الدرقيه. احنا في النشاط زياده نشاط الغده لما بنيجي نحلل، في احنا عملنا دلوقتي قلنا الموجات الصوتيه، من الحاجات المهمه كمان اللي بنعملها حاجه اسمها معدل امتصاص. مين معايا؟ طيب ماشي، معانا يعني معدل امتصاص اليود المشع، دي ماده يود مشع بس بناخدها بالقراص جرعه خفيفه جدا غير مؤثره. الكلام ده مهم في ايه بقى؟ مهم في الحاله اللي زي رشا كده اللي هي فيها التهاب غده مناعي، او زي الحاجات اللي بتحصل بعد الميلاد مباشره، التهاب الغده المناعي ده الغده بتلتهب فترمي افرازاتها كلها بره الدوره الدمويه، فنيجي نحلل نلاقي زياده نشاط. دايما الناس اللي عرضه لزياده نشاط ناخد بالنا منه ان احنا ما نستعجلش في العلاج. طب ولو اتلخبطنا وعايزين نفرق، يا ترى الفريتي فور اللي زاد في الدوره الدمويه ده زيادة حقيقية ولا زيادة غير حقيقية؟ أفرق بينهم بمعدل امتصاص اليود المشع. بدي مادة وفي عداد بيقيس درجة الأشعة على الرقبة بعد 24 ساعة. بشوف كده وليها رقم من 50 إلى 30%، لو لقيت معدل امتصاص اليود المشع زايد يبقى الغدة دي نشيطة، يبقى الغدة دي نشيطة. وزيادة الغدة دي زيادة حقيقية وتاخد علاج. طب إذا أنا عملت فريتي فور لقيته عالي، وعملت معدل امتصاص اليود المشع لقيته قليل، يبقى زيادة نشاط الغدة دي زيادة نشاط غير حقيقية، غير حقيقية، وبالتالي ما استعجلش في العلاج واستنى لأن دي ممكن تقلب نقص غدة بعد شوية. إذا معدل امتصاص اليود المشع ده بيفرق لي بين زيادة التهاب الغدة وزيادة نشاط الغدة الحقيقي. طيب لو أنا عملت لقيت فعلا في زيادة نشاط غدة حقيقي، زي ما كنا بنجاوب على أم رشا دلوقتي، زيادة نشاط الغدة دي ليه أكتر من سبب، طب أميزهم إزاي؟ بعمل حاجة اسمها مسح ذري على الغدة الدرقية أو التصوير النووي للغدة الدرقية. دي بقى صورة بتلتقط بعد حقن وريدي، في الأول كنا بناخد حاجة شرب خفيفة، هنا بنحقن مادة وبعدين المادة دي بتمشي في الدورة الدموية وبصورها بكاميرا من بره، اليود المشع ده له خاصات أقدر أصوره بصورة من بره كده. بشوف الغدة دي إيه الأماكن اللي فيها نشيطة؟ لو الغدة خدت اليود المشع على بعضه كده يبقى دي زيادة نشاط كلها على بعضها، ده اسمه مرض جريفز، وده اللي يبقى فيه العلاج الطبي يجيب نتيجة أحسن. طب لو لقيت عقيدات حتت منه واخدة، يبقى العقيدات دي لا ده مرض عقدي، يبقى ده احتمال الجراحه هيبقى فيه اكتر، احتمال الجراحه هيبقى فيه اكتر. الحاجه المهمه كمان بقى اشوف انهين الغدد العقيدات اللي بتفرز بنسميها عقيدات ساخنه وعقيدات بارده، انهين اللي تاخد اكتر، وفي عقيدات بارده ما بتاخدش، دي بتبقى فرصه حدوث الاورام فيها اكتر، وان كان هذا الكلام ما عادش مهم زي الاول. طب ايه فايده، فيها فوائد ثانيه للمعدل للتصوير النووي او المسح الذري للغده الدرقيه؟ المسح الذري للغده الدرقيه ده بشوف مناطق زياده النشاط، بشوف لو في مناطق موجوده خلف عظمه القص من الظهره، لو في اورام متناثره، لان ممكن في بعض الاورام بتبقى اسمها اورام شبيهه، يعني اورام بتفرز الاورام الغده الدرقيه بس الورم اللي بيطلع في انسجه درقيه بتفرز هرمون، المسح الذري ده يطلعه، ويطلع لي لو في اجزاء في الجسم كده فيها بتفرز هرمون يطلعها. الحاجه الثانيه بقيم بيه عيان عنده مريض غده عنده ورم خبيث في الغده الدرقيه، شال الغده الدرقيه، بقيمه ازاي؟ بعمل مسح ذري على المكان، اشوف لسه في اي انسجه باقيه من الغده ولا لا، عشان بعد كده اديها يعني احنا اليود المشع ده عشان نفهم فيها في شقين، شق تشخيصي اللي احنا عملناه دلوقتي، وفي شق علاجي بقى، علاج باليود المشع، ادي علاج باليود يدخل على الغده الدرقيه يحرق الغده الدرقيه. يبقى انا الاول بعمل مسح ذري كده اشوف الاماكن فين، وبعدين ادي بعد كده عشان بعد ما اعمل الجراحه لو لسه في اي حاجه بواقي اقضي عليها بالعلاج باليود المشع.
الفحص المهم برضو اللي بنتابع بيه حالات الاورام اسمه الجلوبلين الدرقي، ده ماده بروتينيه عباره عن بروتين يود موجوده في حويصلات الغده. هذه الماده المفروض ان انا لما اشيل الغده ما عادتش تبقى موجوده، لو موجوده بعد ما شلت الغده لا يبقى فعلا الغده دي ما اتشالتش قوي، يبقى في لا يبقى بتفيدني في ايه؟ بتدني متابعه حالات الاورام بعد الجراحه. ده تقريبا، وطبعا بنكمل الكلام ده برضو باشعه مقطعيه واشعه رنين مغناطيسي وفي بعض الفحوصات الاخرى، لكن دي تقريبا الفحوصات الاساسيه في مريض الغده الدرقيه. سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم، اتمنى ان شاء الله ان ربنا يكون وفقنا ان احنا نقول فكره عامه كده ونصحح بعض، وانا سعيد النهارده ان في ناس اتصلت وبدات تحلل الكلام اللي احنا قلنا عليه لفري تي فور تو اس اتش، وهو ده الغرض الاساسي من البرنامج. سعدت جدا جدا بتواصلكم، اتمنى لكم متعكم الله جميعا بالصحه والعافيه، واتمنى لمصرنا الغاليه كل يحميها الله من كل الشرور والفتن، وان يرزقنا الله الامن والامان وسائر بلاد المسلمين. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى. أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق